السلام عليكم. عندي غاتلنا على السنترال بضغط على بوب ترانكز بعد كده بقول له اد تمام تمام بكتب هنا كده وورد نيم بكتب اسم الشركه تمام بكتب هنا الاي بي هوست نيم بكتب اي بي اللي جاي لي من شركه الاتصالات تمام بس كده بعمل هنا كده ديسيبل تمام بعد كده بكتب يو اس بي تمام هنا كده بعلم هنا كده اهي واختار اعلم هنا كده برضو تمام نفس الكلام المكتوب هنا كده بالظبط مظبوط 60 طبعا كده هنا تمام رقم التحويلات مش اي حاجه فيها كده بقول له سيف بعد كده بخش هنا كده وقت تمام بكتب حرف ماستر بعدين زد كاد كده نورمال الاكل مظبوط اختار كده سيب ترانك سيب ترانكس بعد كده باخد تنزل من كده اختار دي زي كده تمام ايوه هي كده نورمال نفس كده بالظبط تمام اضغط هنا كده اد بعد كده مبين كده اكتب مسطره او زد اكس دبليو نورمال ده منزل تحت هنا كده سيب ترانكس اس تي سي تمام تمام مفيش اي حاجه انا بعلم عليها اكتب ان او اوكي وانزل على تحت اختيارنا كده اكتب بختار المسطره 00 اكس برضه مفيش حاجه بختار السيب ترانك بس من هنا من تحت بعد كده اختار نورمال اختار نفس الكلمه دي تمام كنسل مظبوط انا كده ما بعلمش على اي حاجه هو واحد يا اتنين يا تلاته نورمال تبقى نفس الصيغه دي كده جايه كنسل ده بيقول لك 350 والله يعني بص خليه يسجلها براحته هو اساسا نسجلها وندخلها له مفيش مشكله حاجه كنسل بعد كده بختار اللون يعني كده بعد كده كده اضغط تعديل هنا كده اكتب حرف المسطرة زد دي بتاعها نورمال تمام بختار هنا كده الكلمة دي مظبوط بختار اي تمام ما بعلمش على اي حاجة تاني تمام كنسل الشهادة بتاعك ها؟ بتاعك اللي عملك تاني تمام ده اللي بعمله هنا كده مظبوط كول بنزل كول وانا كده وبقول له اد تمام اكتب هنا كده يوزر واكتب كل الرقم المكتوب اكتب اي اي انا ضفتها هناك تمام اكتب هنا كده 10 مفيش اي حاجه هنا بعلم هنا كده اتفت كده ماشي كنسل كنسل مظبوط كله تمام كويس تمام مش اي حاجة تانية كده مش اي بي ار منطقة سبوت كده اخش سيشن ترانك اي بي كده اضغط كده
تمام، بكتب الـ IP نفسه هنا كده، كانسل، خدها وأخش على سيستم سيتنج، نتورك سيتنج، كده بكتب هنا كده الـ IP سيت رانك نفس الكلمة دي كده، أجي من السي بكتب نفس الكلام المطلوب بالظبط، هي الاس سي نفسها، الاي بي ده نفس الاي بي ده بالظبط، تمام كده بعلم كده 4 8 بكتب نفس الرقم ده 10.100.204. كنسل تمام. تمام.